الخبر الأول اللي عدنا واخيرا نارين بيوتي وموفلوكس رجعوا البعض، لا تخافون هذه المرة حقيقة. فنارين بيوتي رجعت الفولو لحساب موفلوكس بالانستغرام، ونفس الشيء موفلوكس رجع الفولو لحساب نارين بالانستغرام، ولكن بعد فترة شوية. المهم انهم رجعوا البعض، فالف مبروك على العودة، وطبعا اكيد منتظرين المقاطع الخرافية. الخبر الثاني اللي عدنا واخيرا نور ستار تعلن عودتها لليوتيوب. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات تعلن بيها عن العودة، وبنفس الوقت تعلن بيها على مفاجآت خرافية راح تنزل. راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. بعرف 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 مختفي عنكم الاسبوع الماضي كله لانه عم صور لكم مفاجاه كبيره وضخمه ورائعه، بس اليوم بعد التصوير والمكياج وكل شيء اول خطوه انا بعملها انه اجي نظف بشرتي اهتم بحالي، فاول خطوه اليوم عملتها هي تنظيف البشره. الخبر الثالث اللي عدنا ايضا عن نور ستار ولكن عن مرضها. نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات كانت الصبح وحاطه مغذي بايدها. اما عن الاشخاص اللي يسالون عن السبب، فنور ستار تقول انه عادها نقص نوعا ما بالفيتامينات بعد التصوير، فتضطر تاخذ فيتامينات بهذه الطريقه. راح احط لكم ستوريات هذه شوفوها. جايز بلشت يومي بفيتامينات، لان مثل ما قلت لكم بعد التصوير الاسبوع كل الطاقه بتروح، فهيدي عباره عن مجموعه من فيتامينز، هايدريشن، فيتامين سي، كثير خدمتهم بتجنن. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين عائله بدر على احمد ابو الرب، طبعا بسبب هذا المقطع اللي نزله اللي هبت بيه عائله بدر. فاحمد نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، واحد من متابعين عائله بدر يقول له دير بالك من الديسلايكات اللي راح تجيك. فرد عليه احمد ابو الرب، اذا عائله بدر بنفسهم ضايقهم الفيديو بحذف فاكيد، غير هيك لو 9 مليون طفل سبوا ما راح احذف الفيديو. بعد نزل هذا الستوري يقول زمان عن جيوش الاطفال والله حماس. طبعا واللي يقصد به انه متابعين عائله بدر كلهم اطفال. وبس والله يا حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات اللي تشوفون لاحمد يسوي باخر فتره من تهجمه على بي تي اس ونور مار وحاليا عائله بدر من باب المزح او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي هو اسامه مروه، فاسامه نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي حمس بيه المتابعين على المقطع اللي راح ينزل اليوم واللي راح يكون بيه انس واصاله. راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. مين اكثر واحد بارد؟ 3 اما عن اليوتيوبر الثاني فهو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات يقول بها انه اليوم راح ينزل مقطع اول مرة راح تشوفوه بالوطن العربي. المهم راح احطكم هذه الستوريات شوفوها. جماعة بكرة موعدنا على الفيديو اللي ما حدا سواه بالوطن العربي كله، فيديو الخرافي اللي تعذبنا فيه خيرات الله. محمد ايش رايك فيديو بكرة؟ والله نار نار، فكرته جد رهيبة ما حدا سواه. خليكم جزاء السابع قناة الاساسية. الخبر على السريع اللي عدنا عن مملكة القصص وليش ما نزلت مقطعين امبارحة بعد تقريبا مرور اكثر من شهرين من التنزيل مقطعين باليوم. فاما الاشخاص اللي يسالون عن السبب فيمكن اغلبكم ما يعرف، ولكن انا ملاكم بنادي الكرخ من فترة طويلة ومباراة كانت بطولة والحمد لله فزت بالمركز الأول. فاللي حاب انه يشوف المباراة التحدي واللي هو انه نوصل 250 ألف ظرف 5 أيام، اشتركوا بالقناة ومتأكد انه سهلة عليكم. على كل راح أحط لكم جزء من المباراة وهذا بالسهم وأني. بس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركون بالقناة عشان يكون فيديو زي ما قناة مملكة القصص. وبس مع السلامة.